إحنا نعمل السوس وقت نكون أحياناً يجينا ضيوف نسوي السوس. كل إنسان له مزاج طريقة يحب، بناس تحب السوس، بناس تحب الشراب، بناس أنا أحب السوس لأنه أول شيء نتأشربه بالعادة. السوس هو من المشروبات نطالعها من عرق السوس. السوس أول ما نجيبه ننقعه إحنا قبل بثلاث ساعات، نخمره تخمير. والله كانت العيشة كثير صعبة هنا أول ما جينا، ما بيشي عندنا، أولاد صغار بدهم، ما بيشي يعني عندنا، يعني كنا نشتهي الشغلة ما عدنا نجيبها. يعني تصوري الطفل يبكي بده ليرة، ما كان عندنا ليرة ننطي، ما عندنا. كنا من استلمنا هالكرت مصروف المي والكهرباء يعني كله نحطه على جنب، مصروف المعيشة كله من هالكرت، عرفتي علي؟ أحس هالطفل وقت يضحك يعني ومنطيته هالشي هذا أنا كثير أفرح.